الاول بس انا احب اعرف نفسي. انا مغني شام دفعه 2016. سمعني اصلا هنا مش ماشي. طيب انا مغني شام دفعه 2016. اوكي هكون معاك في كورس كومنيكيشن. لو بس الناس خارجه من كورس السيجنال متضايقه صح؟ مين كان عاجبه كورس السيجنال؟ انت انت قليل. ايوه ماشي. هو كوميونيكيشن احنا بنستخدم حاجات من السيجنال اوكي، بس الكوميونيكيشن فيها فيزيكال مينينج ولوجيك اكتر من السيجنال. سيجنال مينلي ماثماتكس. الكورس بتاعنا مش كله ماثماتكس، هو بنستخدم حبه من السيجنال بس لازم تكونوا ماثماتيكال عندكم البيزكس بتاعه الكوميونيكيشن عشان نقدر نديك الكورس ده. بس يعني هنحاول نحسن علاقتكم بالكوميونيكيشن، يعني هو مش سيجنال اوكي. طيب اول حاجه بس انا بحب يكون في انتر اكشن في السكشن، يعني يبقى في كلام رايح جاي مش انا بس بتكلم اوكي. واول حاجه احب ابدا بيها هي ايه الفرق ما بين الفريكوينسي دومين والتايم دومين. ليه بنبص على سيجنال في التايم في الفريكوينسي دومين ما كفايه التايم دومين الاول؟ بس التايم دومين بيديني ايه عن السيجنال؟ بيرسم لي ايه فيرسز ايه؟ بيرسم الامبليتيود فيرسز ايه التايم. يعني مثلا في اول سكشن كان صوتي شويه مش عالي بعدين يعلى، فانت عمال تسمع ايه الامبليتيود فيرسز ايه التايم، وده السيجنالز الايه اللي هي الريل تايم او اللي احنا بنفهمها تمام. طب ليه او طب ماشي، والفريكوينسي دومين بيعرفني ايه امبليتيود فيرسز فريكوينسي، فبيقول لي ايه الفريكوينسي كومبوننتس الموجوده في السيجنال. طب انا يهمني ليه ابص على الفريكوينسي دومين؟ ما كفايه تايم دومين، ما هي يعني هو ده الاوقع او ده اللي احنا بنفهمه. ليه ابص على الفريكوينسي دومين؟ ماشي بعد ما اشوفها يعني هتفرق معايا في ايه؟ ما كفايه التايم. ليه ببص على الفريكوينسي دومين؟ ماشي يعني مالتيبلكسنج مثلا، مالتيبلكسنج بتتعمل مالتيبلكسنج بس انا اشوف معظم الوقت الباور فين. اوكي ماشي حلو. بيقول لك نحط نشوف قد ايه باور موجوده على كل فريكوينسي ومنها بتديني ايه الرنج بتاع السيجنال صح؟ طيب ماشي حلو الكلام اللي انت قلته. طب خلينا نبدا واحده واحده. بس الاول قبل فكره المالتيبلكسنج والكلام ده، انا ببص على الفريكوينسي دومين عشان لو انا عندي السيجنال دي اللي انا بعتها حصل لها كده ديستورشن او عدى عليها نويز، عشان ممكن تفتح الباب لو عدت على شان حصل لها بقت نويز دي كده وانت بتستقبل ده التايم دومين مش هيبقى عارف، مش هتبقى عارف تعملها بروسيسنج لما يوصلك حاجه كده ايه شخبطه كده، ما تبقاش عارف النقطه دي كانت هي النقطه دي ولا النقطه تحت شويه ولا فوق شويه صعب. طب في الفريكوينسي دومين اللي هي الكومبوننت العاليه دي او الشرطيه اللي هي النويز ده، لما تيجي تشوفها في الفريكوينسي دومين هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندك دلتا بتاعت الكوزاين ديت عند الاوميجا نود، وهتلاقي ايه؟ هاي فريكوينسي هارمونيك صح؟ حاجات بتتغير بسرعه جدا نويز. فنعمل ايه؟ ممكن نعمل لها فلترنج صح؟ ناخد فلتر كده من ايه؟ ونسبريس الايه؟ الهاي فريكوينسي. ساعتها يبقى عملنا ايه؟ عملنا سموثنج للسيجنال بتاعتي. فيبقى بروسيسنج وايز انهي احسن؟ ان اعمله في فريكونسي دومين ولا تايم دومين؟ طيب حاجه كمان، لو انا عندي مثلا عاوز اجيب الاوتبوت بتاع سيجنال هعمل ايه؟ هيبقى عندي سوري يعني عندي الانبوت، عندي سيستم كده والانبوت بتاعه سيجنال وعاوز اجيب الاوتبوت بتاع سيستم، هعمل ايه؟ هعمل كونفوليوشن في التايم. طيب الكلام ده عامل ازاي في الفريكونسي؟ مالتيبليكيشن اسهل ولا لا؟ يعني هنا انا قلت لك هنحط فلتر فاكني ضربت الفلتر، لكن لو جيت بصيت عليه في التايم دومين هتعمل كونفوليوشن مع الفلتر اوكي. طيب يبقى هنا البروسيسنج اسهل. طيب الحاجه الثانيه بقى، الحاجه الثانيه ان الفريكوينسي باند بتاعتنا ديت ناتشورال ريسورس زيها زي الميه زي الكهرباء زي الحاجات اللي هي بتبقى تبع الدوله. ازاي تبع الدوله؟ لما تيجي مثلا اي اوبريتور فودافون اتصالات مين يجي يدخلوا مصر مش عاوزين يفتحوا في مصر او كده، بيجي يعملوا ايه؟ بيجوا للدوله يقولوا لهم انا عاوزين نشتري فريكوينسي باند اوكي. فمثلا الكلام ده مش بيتباع مثلا بالافات ولا ملايين، لا بيتباع بمليارات اوكي. فيجي ايه؟ يجي يقولك طب ماشي انت انا عندي فريكوينسي باند بتاعت مصر عامله كده، انا هديك حته منها وفودافون ليها حته وايه واتصالات ليها حته اوكي. كل اوبريتور ليه جزء فريكوينسي باند معينه يشتغل عليه تمام. فانا محتاج اعرف ايه؟
انا مثلا كاوبريتور عندي باند معين لازم ابعت عليه السيجنال بتاعتي، ولو خرجت بره الباند في ريجوليشنز ولوز بتحدد ده وفي عقوبات والكلام ده، فانا لازم دايما السيجنال ابعتها ايه ودين الباند بتاعي، فلازم اعرف الايه شكل السيجنال بتاعتي عامله ازاي، باند بتاعها عامله ازاي، وابدا اعمل كمان فريكوينسي بلاننج، عشان مش هينفع مثلا يبقى عندي الباند ده واجي ابعت عليه اليوزر واحد. في الاخر الشبكات ما بتعمل سيرفنج ليوزر واحد، بتعمل سيرفنج لايه؟ لالفات من اليوزر. فلازم اعمل فريكوينسي بلاننج او اوبتمايز اليوزج اوف الفريكوينسي باند بتاعي. اوكي، فايه فده ثاني حاجه بتخليني ابص على الفريكوينسي دومين، ان انا اعرف الباند بتاعي واعرف السبيكتر بتاع السيجنال بتاعتي عشان اقدر استغل ايه الفريكوينسي باند بتاعتي. اوكي، طيب بما اننا قلنا خلاص احنا اتفقنا ان احنا محتاجين نبص الفريكوينسي دومين، محتاجين نعمل ايه بقى؟ محتاجين نعرف الترانسفورميشن. ماشي، عندنا ايه؟ عندنا نوعين من الترانسفورميشن. لو سيجنال ابريودك استخدم ايه؟ نايمين ولا ايه؟ فوريير ترانسفورم. طيب لو بريودك سيري صح؟ طيب وكل واحده فيهم ليها فورمولا بتاعتها في الديسكريت، لو ديسكريت سيجنال ولو كونتينوس ناحيتين. طيب هي ايه اصلا الكونتينوس سيجنال وايه الديسكريت سيجنال؟ ها ايه الكونتينوس سيجنال وايه الديسكريت سيجنال؟ ايه كونتينوس ديسكريت؟ سهله، بالظبط الكونتينوس عند كل نقطه في التايم انا عندي فاليو. اوكي، الديسكريت انا عندي عند نقط معينه بس في التايم. طب النقط المعينه دي بحددها على اساس ايه؟ على اساس اللي انا باخد قد ايه سامبلز، ممكن اخد كده او ممكن اخد ايه اضيق على حسب ايه التي اس او سامبلنج ريت اللي انا بستخدمه. طيب خلينا نقول مثلا ان انا هاخد بتاع سامبلنج ريت تي اس، فيبقى عندي عند 0 وعند تي اس وعند 2 تي اس وصوم. ده لو انا رسمه فيرسز التايم. لو رسمت فيرسز الديسكريت تايم اللي هو الان، يبقى برسم ايه 0 1 2 وصوم. اوكي ماشي. طيب الفورير سيريز بقى، لو انا عندي السيجنال اكس في تي دي كونتينوس فبعمل انتجريشن. لو عندي طبعا ديسكريت هعمل ايه؟ شيل كل ايه انتجريشن واحط سميشن، وطبعا شيل كل تي من هنا واحط ايه ال. تمام، انا يفرق معايا ايه في الكورس ده؟ يفرق معايا جدا الفورير ترانسفورم. ليه؟ عشان ده انا الكوميونيكيشن، انا الكوميونيكيشن مين السيجنالز بتاعتنا كلها كونتينوس. اوكي، وابريودك. فا يعني اكتر حاجه تفرق معايا تهمنا في الكورس انك تكون عارف الفري ترانسفورم. اوكي، طيب خلينا نراجع كده شويه بروبرتيز بسرعه. اول حاجه اللينيارتي، لو انا عندي اثنين سيجنالز ملتي بلس ممكن اجيب الترانسفورم بتاع الاولاني لوحده والثاني لوحده، ماشي، واجمعهم على بعض. طيب لو انا عندي تايم شيفت، خلينا نتفق ان الشيفت في دومين هيبقى ايه في الدومين التاني؟ فين؟ ماشي؟ ليه مش اكسبونشال؟ عشان اكسبونشال لو اكسبونشال تي ده مش فيز، بس جي تي دي فيز، هيبقى ايه؟ الشيفت في الدومين يروح في الدومين التاني يبقى ايه؟ فيز. لا ركز معايا، ركز معايا، ماشي؟ طيب لو انا الشيفت عندي في التايم هيروح بنفس الاشارة، لو الشيفت عندي في الفريكونسي هيروح بعكس الاشارة. يبقى هنا opposite وهنا same. اوكي، طيب لو انا عندي scaling، لو انا عندي A دي بقى 1 over 3 او 3 ايا كان ضربت في T، الناحية التانية متوقع اللي هيحصل، هيحصل العكس. هقسم بدل ما بضرب في T هقسم نفس الرقم ده على الأمر. ليه؟ الحاجة اللي بتبدأ في الـ A في time بتوسع في frequency والعكس، صح؟ انا متوقع لو عملت كومبريشن هنا هتروح من هنا تبقى ايه اكسبانشن بالعكس. اوكي، كونفوليوشن وان مالتيبليكيشن، لو انا عندي كونفوليوشن في التايم دومين يروح ايه في الفريكوينسي دومين؟ مالتيبليكيشن. طب لو العكس بقى، لو انا عندي مالتيبليكيشن في التايم، ماشي، بس ايه الفرق بقى؟ الفاكتور ده الناس بتنسى الفاكتور ده في الامتحان، ده مهم جدا. اوكي، وانا اوفر 2 باي ده يعني هتلاقي الارقام بتاعتها مختلفه لو انت ما حددتوش. اوكي، وبتنقص، فيعني
خدوا بالكم من واحدة قاعدين فاضي، نبدأ نقولها طول السنة وبرضه الناس بتنساها، خلي بالكم في واحدة قاعدين فاضي قبل إيه؟ قبل الكومبليشن. طيب نيجي للبيزك ترانسفورميشن، إحنا مش مطلوب منك إنك تثبتها، أنت مجرد بتستخدمها على طول. فلو أنت عندك اكسبونشن، اكسبونشن ده اللي هو إيه هنا؟ كأنه فيز، فيز مضروب في واحد، فيروح هناك كأنه إيه؟ شيفت بس دلتا. والدي سي بيروح هناك تبقى إيه؟ دلتا، دلتا بتروح هناك تبقى إيه؟ دي سي. كوزاين اصله ايه؟ نص صح؟ اكسبوننشال جي اوميجا ماينس بلس اكسبوننشال جي اوميجا نوت هذا يروح هناك ايه؟ بده او تبقى ماشي ده هيبقى ايه؟ يبقى ده يروح بالنيجاتيف عكس الاشاره بتاعت دي او ده هيروح هنا يبقى نيجاتيف ده هيروح هناك يبقى ايه؟ هي احنا مستخدمين ده بس احنا حاطين الفورمولا على طول. خلينا نحفظ ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن باي ودلتتين. دلتا عندي البوزيتيف اوميجا نوت، دلتا عندي النيجاتيف اوميجا نوت. اوكي؟ طيب ايه الفرق ما بين الساين والكوساين؟ بالظبط. يبقى انا عندي ايه فرق؟ 90 درجه. عندي جي عندي هنا ايه؟ نيجاتيف ساين. اوكي؟ طيب اليو اف تي انتوا حاطين بلس صح؟ انتوا عارفين ان اليو اف تي بتبقى ايه؟ واحد على الاس. هي نفس الفكرة بس الاس عندنا هي ايه؟ هي الجي او اوكي؟ والتي هي واحد على الاس سكوير تبقى ايه؟ والاس ديت هي الجي اوميجا فتبقى ايه؟ واحد على الجي اوميجا سكوير. بيجي بعد كده الريكت والتراي دول برضه مهمين جدا. خلينا نحفظهم بطريقة سهلة. اوكي؟ لو انا عندي التانجل الكتر بتاعه نادت التاو على التاو على الاثنين وهنا نادت التاو على الاثنين ابتدت ايه؟ ده بنكتبه ايه؟ بنكتبه ايه؟ ريك تي على تاو. وان التاو ده هو التوتال بيس بتاعي وده الامبليتيود. اوكي؟ الترانسفورم بتاعه ايه بقى؟ انا عارفه ان ريك هو عباره عن فيز صح؟ صح ولا ايه؟ ماشي. انا عاوز اعرف الامبليتيود واللي جوه السيل. الامبليتيود هجيب الاريا اوف الريك اللي هي في الحاله دي هتبقى ايه؟ تاو ايه؟ طيب جوه السيل احط الاوميجا واحط التوتال بيز اللي هو كل ده او الموجود هنا على حسب هو مرسوم لك ولا ايه على الاثنين. يبقى لو عاوز اكتبها تبقى ايه؟ تاو ايه سين اوميجا ده كله ايه؟ تاو على الاثنين. ماشي؟ تاني يبقى الترانسفورميشن بتاع ده ايه؟ ها سين والامبليتيود بتاعها عامل ازاي؟ اريا بتاع الريك وجوه لا قول عشان نحفظ بيز على البوتوت بيز على الهين. طيب بالنسبه للتراي لو انا عندي تراينجل كده هنا من ناحيه التاو لتاو امبليتيود ايه؟ اوكي انا عارف ان ده كان اصله ايه؟ اتنين ريكس ومعمول لهم ايه؟ كومبوش مع بعض يعني لك كده بس ايه بنص المسافه دي يبقى نيجاتيف نص التاو على الاثنين وهنا ايه نيجاتيف التاو على الاثنين كومبليشن مع التاو على الاثنين وهنا نيجاتيف التاو على الاثنين عشان الاسايد بلس فايف تديك نيجاتيف التاو وان بلس ان تديك تاو. اوكي ده لوحده بيديك ايه؟ سين اوميجا تاو على الاثنين زي ما احنا فاكرين مضروبه في سين اوميجا تاو على الاثنين. ماشي؟ يبقى انا عارفه اصلا ان التراينج ده ايه؟ سين سكوير صح؟ اوميجا تاو على الاثنين طب الامبليتيود هو الاريا اوف ده الاريا اوف التراينج ايه؟ انت اصلا يعني طب ايه الاريا بتاع ده؟ او ايه الامبليتيود بتاع ده؟ محتاج تجيب زوجة على العكس فهو الـ area of the triangle. اوكي؟ طيب عاوزين نحط general rule كده للـ triangle هنقول ايه؟ هنقول هو sin square الـ amplitude بتاعها هو الـ area of the triangle. اوكي؟ وجوه في اوميجا وصوت البيز على الأربعة. دي على الأربعة توتال بيس بتاع مين بتاع التراينجل ده؟
ماشي. فاحنا قسمناه ل 2 في التانجنت بنص البيز، يبقى ده اول نص. النص الثاني جاي منين؟ جاي من الرول ده، هيبقى 1 على 4 توتال بيز على 4. اوكي ها، حد عنده مشكله؟ حد شايف ان انا سريعه شويه؟ نيجي بعد كده لايه؟ للفلترز. طيب عندي اول، عندي كام نوع من الفلترز؟ عندي 4. عندي لو باس فلتر. لو باس فلتر بيعمل ايه؟ ماشي، بيعدي لو فريكوينسيز بيبقى ايه؟ الهاي فريكوينسيز. طيب لما اجي اقول لك ديزاين اللو باس فلتر هتعرف له ايه؟ كات اوف فريكوينسي. عرفت حاجه اسمها كات اوف. طيب الهاي باس فلتر بتعدي ايه؟ الهاي فلتر صح؟ مش فاهمين السؤال؟ بقول لكم الهاي باس فلتر بيعمل ايه؟ بيعدي ايه؟ اكيد بيتكلم. ماشي، وبعرف له ايه؟ لازم اعرف له طيب الباند باس فلتر بيعمل ايه؟ بيعدي باند معين والبلوك الباقي صح؟ طيب بعرف له ايه؟ بعرف له حاجتين. ايه؟ لا ماشي، هو ده صح، بس احنا بنعرف حاجه ثانيه. نعرف حاجتين بس حاجه ثانيه، نفس الماء يعني، نفس الفكره، بس يعني احنا في الكوميونيكيشن يعني بنحب ان انت تعرف حاجه اسمها سنتر فريكوينسي وتعرف بالي. اوكي، لما الدكتور يجي يقول لكم ديزاين ابان باس فلتر يبقى تحطوا له ايه؟ السنتر فريكوينسي بتاعه وايه والباندويث قد ايه. اوكي طيب الباند ستوب بيعمل ايه؟ بيعدي كله، هو مفيش غير 2 3 بيتكلموا فين بقيت السكشن؟ ما انا يا بص بتهيألي هي صعبة جدا وبالراحة. ماشي، اتمنى تكون بديهيات عشان انا اللي بشوفه بعد كده في الامتحانات بتبقى مش بديهيات خالص يعني. ماشي، بعرف له ايه برضو؟ سنتر فريكوينسي وبنت. طيب لو انا عندي سيجنال وعاوز اعرف البندوت بتاعها، ايه هو البندوت؟ ايه اصلا تعريف البندوت؟ بحسب البندوت ازاي من السيجنال؟ لو عندي سيجنال شكلها عامل كده، ده اوميجا ام، بعرف ايه؟ ايه البندوت بتاعها؟ اوميجا ام بس صح؟ يبقى بعرف ايه؟ فاست فريكوينسي بس. يبقى بشوف السيجنال موجوده قد ايه في الفاست فريكوينسي، باخد الجزء الموجود في الفاست فريكوينسي بس. اوكي؟ طيب عندنا نوعين من التعريفات للسيجنال، ماشي؟ او قسمنا السيجنال لنوعين. النوع الاولاني هو البيس باند سيجنال. يعني البيس باند سيجنال يعني سيجنال اراوند زيرو. صوتنا ده ماشي، او السيجنالز العاديه اللي انت بتتعامل معاها سنسرز والكلام ده كلها اراوند ايه؟ كلها بيس باند سيجنال اراوند زيرو. اوكي طيب ده كده ايه؟ ده اسمها بيس باند. طيب عندي نوع تاني اسمه ايه؟ باس باند. يعني ايه؟ يعني سيجنال متشفته في الهاي فريكوينسي باس باند، او موجوده ايه في الهاي فريكوينسي. ماشي، لو انا بتكلم على سيجنال في البيس باند فزي ما قلتوا كده فين الفاست فريكوينسيز بتاعتها هي الاوميجا ام، فيبقى الباند بتاعها ايه؟ اوميجا ام صح. طيب لو انا عندي في الباس باند يبقى الباند ايه بالظبط؟ 2 اوميجا ام. اوكي طيب الكلام ده لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي سيجنال باند ليميت صح. طب لو انا عندي سيجنال مش باند ليميت زي مثلا في حاجه كده شكلها عامل جاوسين كده، هعمل ايه؟ بالظبط ماشي. وانا هو قال ايه؟ قال ان انا هاخد يعني هاخد اخر سيجنال الباور بتاعها او بوينت عند السيجنال الباور بتاعها بينزل للنص. يعني ايه الباور بتاعها بينزل النص؟ يعني امبليتيود بينزل على الروت 2 صح. فده سميناه ايه؟ سميناه 3 دي بي باند. 3 دي بي يعني ايه؟
3 دي بي ده يعني اكنها روت 2 بس في لوج صح لوج سكيل. هقف عند الفي ماكسيمم كده وانزل في ماكسيمم على روت 2 واقول ان ايه ده هو الباندويت بتاعي. بس برضو لازم اضمن ايه لازم اضمن ان الانترفيرنس او التيل بتاعي ده يكون under certain limit of interference يعني ما يبقاش مثلا بيعمل interference عالية على اللي جنبه لازم يكون بيديكي بسرعة كده اوكي. لأما ساعتها لازم ايه اشفت ده اكتر لغاية ما يبقى interference يعني نسبة معينة بسيطة اوكي. طيب the first null طيب لو انا عندي signal مثلا زي السينك او سينك سكوير مثلا بتنزل لزيرو كده ممكن اقول ايه هبهره ممكن اقول الفريست نار هاخد لغايه الفريست نار هاخد لغايه اقول ان ده ايه اقول ده طيب فرضا الكلام ده كله انا بتكلم كله ده ايه بيس باند سيجنال. السيجنال دي لو اتشفتت في الباس باند بقى في زي ده كده هيبقى دبل الايه ديستنس اللي انا واخداها هنا صح زيها هنا. يبقى لو انا شغاله بيس باند يبقى هاخد ده بس لو انا شغاله باس باند هاخد ده كله زيها ايه هنا اوكي تمام ولا ايه؟ دين اوميجا ام هنا انت عندك السيجنال دي كلها شفتت يمين وشمال بقت هاي فريكوينسيز اوكي وانا باخد ايه باخد الباست فريكوينسيز بس فالسيجنال دي ده كله بقى في الباست فريكوينسيز يعني انت شايفه ماشي ده كله بقى ايه في الباست فريكوينسيز فبقى ده كله كام؟ 2 اوميجا ماشي ندخل على الشيت لا ثانيه الدلتا فانكشن عاوزين بس نطمن ان انتوا بتعرفوا تعملوا مع الدلتا فانكشن. عندي اكس تي ضرب في دلتا تي ماينس تي نود هيطلع لي ايه اكس اوف ايه تي اكس اوف تي نود بس لا هيطلع لي دلتا برضو عشان ده مالتيبليكيشن هيطلع لي دلتا بس الامبليتيود بتاعها اكس اوف تي نو. تعالوا نفهم كده ازاي لو انا عندي سيجنال كده وعندي ده التي نو بتاعي الدلتا دي اتضربت هنا ايه اللي هيحصل كل ده هيتصفر صح هيبقى لي مين هيبقى لي دلتا برضو بس ايه الفاليو بتاعتها عند ايه عند الحته دي. طب لو انا ضربت هنا هيبقى برضو دلتا بس ايه الفاليو بتاعتها عند الاكس اوف تي نود 2 عاملين فكره. طيب لو عملت انتجريشن بالشكل ده لا شفت ده لسه انت عملت ايه انتجريشن لده هيطلع ايه يطلع اكس اوف تي نود هنا انت عملت ايه اكن انتجريشن بتاع الدلتا هو ايه هو واحد بالظبط هيديني ايه اكس اوف تي نود. طيب كونفوليوشن بقى اكس اوف تي مع الدلتا تي ماينس تي نود بالظبط يبقى اكس اوف تي ماينس تي نود اوكي ندخل على الشيت. ايه ده طيب لو سين حاجه تنزل لزيرو هي دلتا بس بالفاليو دي ايه
البروبلم عندنا في الشيت هو ديتيرماين ذا باور اوف ذا فولوينج، وميني هو مركز على مين؟ على الكوزاين. ليه الكوزاين؟ بالظبط ماشي، علشان عشان احنا كنا في الانال كوميونيكيشن اللي هو الراديو والكلام ده، هتلاقي ان السيجنال لو انت بتفتح الراديو هتلاقي ايه عندك السيجنال عند 100.6 وعند 105.8 ان سو اون. الكلام ده بيحصل ازاي؟ ها بيحصل بالشيفتنج بروبرتي بتاع مين؟ بتاع الدلتا. واصلا الكوزاين احنا عاوزين ريل سيجنال، مش حاجه اسمها دلتا كده، احنا عاوزين ريل سيجنال. فعندنا مين اللي عنده بروبرتي دي؟ الكوزاين. هنقول ايه؟ هنقول ان الكوزاين ده هو الكارير بتاع الدلتا، هو اللي بيشيل السيجنال بتاعي. اوكي، فعشان كده احنا مهتمين نعرف الباور بتاع الكوزاين. انا هثبتها مره واحده وبعد كده هناخد الكونكلوجن ونشتغل بيها على طول. اوكي، طيب حد يقول لي كده بنحسب ازاي الباور؟ انتجريشن على ها على برضو ايه على فيريان اكس اوف تي ايه سكوير بس ماجنتيود سكوير دي تي. ماجنتيود دي مهمة جدا. طيب خلينا كده عوض، انا عندي سيرو كونكريت دلوقتي كام؟ هيبقى واحد على تي انتجريشن من نيجاتيف تي على الاثنين تي على الاثنين 10 سكوير كوزاين سكوير اوميجا رو تي دي تي، او خلينا نقول ان هي 100 هي تي بلس دي تي. طيب بنفك الايه كوزاين سكوير ده ازاي؟ كده هتبقى نص 1 بلس كوزاين 2 دبل الانجل، يعني هتبقى 200 تي بلس 2 باي على 3 دي تي. طيب قبل ما اعمل انتجريشن متوقعين ايه اللي هيحصل؟ متوقعين الترم ده هيفضل موجود؟ كوزاين ده هكامل على عدد على ايه؟ على عدد من ايه؟ من البيريد، عدد انتجر من البيريد. يبقى لها يحصل والايه الابرز بتاع كوزاين زيرو، صح؟ فايه انا متوقع ان ده هيصفر. تمام، خلينا نعمل انتجريشن كده. عندي نص 10 سكوير على على تي. اوكي، هنا في ايه تي نيجاتيف تي على الاثنين تي على الاثنين بلس ساين 100 تي بلس 3 باي على 3 على 100 تي على 2 ده اللي بيساوي نص 10 سكوير على تي، ده تي بلس ساين 200 تي بلس 2 باي على 3 اوكي ماينس ساين تي على 2 ماشي ساين نيجاتيف تي. الترم ده هو هو الترم ده ولا لا؟ عشان ده يعني ده نص خلينا نشوف هو هو لا هو هو صح؟ فايه الترم ده فعلا هيبقى ايه زيرو، تي دي هتتشال مع ده هيبقى لي مين؟ 10 سكوير على الاثنين. يبقى الكونكلوجن بتاعتنا ايه؟ ان الباور بتاع كوزاين ايه؟ هو الامبلتيود سكوير على الاثنين. عاوزين نحل نوع بقية الاكسرسايز بالكونكلوجن اللي احنا وصلنا لها. اوكي، يبقى اول واحدة 10 سكوير على الاثنين بلس 10 سكوير على الاثنين. طيب اللي بعدها بالظبط هناخد ماجنتيود صح، وانا عندي ايه؟ عندي الاكسبوننشال دي تبقى ار اكسبوننشال جي تيتا، فاللي جنب الار دي هي الماجنتيود وده الفيز بتاعها صح. يبقى ايه الار عندي او الماجنتيود؟ هي كوزاين صح. يبقى في الاول بجيب الماجنتيود اوف ذا سيجنال هي كوزاين، وبجيب الباور اللي هو كام بقى؟
هو واحد سكوير على الكيلو. مين عنده مشكلة؟ ها؟ ماشي. هنا الرول بيقول لنا ان انا بعمل ايه؟ بعمل انتجريشن على الماجنتيود سكوير. فلما بحب اجيب الماجنتيود سكوير او اجيب الماجنتيود بتاع السيجنال، الماجنتيود هنا فين؟ لو انا عارفة ان الاكسبوننشال بتبقى الار هي الماجنتيود والتيتا هي الفيز بتاع الاكسبوننشال، فيبقى اللي جنب الاكسبوننشال هو الماجنتيود بتاعها صح؟ فروحنا جبنا ايه الماجنتيود، طلع ان هو كوزاين اوميجا لود. بعد ما جبنا انا عارفه ازاي بجيب الباور بتاع كوزاين، بعد ما جبنا الماجنتيود عرفت ازاي يبقى نص. تمام. طيب ندخل على اللي هنا طالب ايه؟ مديني بيريودك سيجنال وعاوز الفورير سيريز بتاعي. اعمل ايه؟ عوض الرول صح؟ عندي يبقى الاي كي تساوي ايه؟ البيريود عندي كام؟ 4. ماشي؟ انتجريشن هقسم الانتجريشن ده لوحده وده لوحده. نيجاتيف واحد لواحد. واحد في اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي تي. بس انتجريشن من واحد لثلاثة نيجاتيف واحد في اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي تي. اوكي سمبليفاي بقى ونفتح ايه انتجريشن. عندي اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي تي على نيجاتيف جي اوميجا نوت كي من ايه من نيجاتيف واحد لواحد بلس. فخلينا ماشي خليها بلس negative exponential negative j omega node k t على negative j omega node k من ايه من واحد لثلاثة. اوكي طيب تعال نفتح بقى نعوض. هاخد ده كومن بره، هيبقى عندي ايه واحد على الاربعة اوميجا نود k ايه ايه ماينس ايه عندي نيجاتيف اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي ده اللي هو عوضته بواحد ماينس اكسبوننشال جي اوميجا نوت كي. بعد كده هنا ماينس اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي مضروب ثلاثة بلس اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي. حد عنده مشكلة؟ هبوظه صح؟ طيب ده هو ده، فممكن اشيل الترم منهم احط هنا اتنين. طيب هعمل ايه تاني؟ لا الترم ده ممكن يبقى هو ده جيب واحد. ماشي انت عاوز يعني نزود هنا حاجة نزود هنا اتنين زائد واحد. ماشي وبعدين ليه بواحد؟ بس انت عندك الاوميجا نوت بكام؟ اتنين باي على الاربعة ضربتها في اتنين بتديك ايه باي، فمرة تبقى واحد ومرة تبقى واحد. الـ AKs ديت او الـ
ده رياضة بكام؟ اكسبوننشال دي رياضة بقد ايه؟ 2 باي صح؟ 2 باي بس لازم او البريود البريود بتاعتها بكام؟ 4. يعني لو زودت هنا 4 مش هيحصل حاجة صح؟ كل ما زود 4 مش هيحصل حاجة عشان البريود بتاع اي سيجمنت بتاعتي ب 4. طيب هعمل ايه؟ هاخد النيجاتيف ديت جوه تبقى نيجاتيف 3 اوكي؟ وازود عليها 4 اللي هي البريود. ماشي؟ هتديني ايه؟ هتديني في الاخر واحد هو ده هو ده. طيب تعالى نعمل تشيك ان الاربعة اللي زودتها دي ما بتعملش حاجة. اوكي؟ عندي اكسبوننشال جي اوميجا نود كي 3 نيجاتيف 3 مضروب في اكسبوننشال جي اوميجا نود كي 4. اوكي؟ اوميجا نود دي هي 2 باي. الناس اللي ورا شايفة؟ لا؟ لا ولا اه؟ كي ونيجاتيف 3 مضروب اكسبوننشال جي اوميجا نود كي 4. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن 2 باي على 4 ده تشال مع ده وده اللي مين 2 باي كي فده على طول بايه؟ بواحد. يبقى انا كده ما زودتش حاجة. اوكي؟ هشيل ده كده. اوكي؟ ماشي؟ واشيل ايه؟ نيجاتيف 3 بلس 4 دي واحط ايه؟ احط الواحد. هيديني الترم ده هو الترم ده. احط اتنين كده واشيل الترم ده. طيب ده كده شكل ايه؟ ممكن احطه شكل ايه؟ ساين صح؟ هيديني ايه؟ هشيل بس النيجاتيف ده مع ده. ويديني في الاخر واشيل الاتنين دي مع الاربعة فاديني واحد على اتنين جي اوميجا نوت كي في اكسبوننشال جي اوميجا نوت كي ماينس اكسبوننشال نيجاتيف جي اوميجا نوت كي ده كده مع الاتنين جي تديني ايه؟ ساين اوميجا نوت كي في تحت ايه؟ اوميجا نوت كي ده اللي هو مين؟ سي. هكتب فوق ده اللي هو ايه؟ السي اوميجا نوت كي. تمام؟ طيب دور عليكم بقى تحلوا شوية. لو خدت من 0 ل تي هي زي ما تاخد من 10 تي ل 11 تي زي ما تاخد من عند مثلا 100 وشويه غير كده لازم تفضل طول الوقت بايه عاوزين ايه من الاشكال دي عاوزين نجيب الفوريير ترانسفورم من اللي احنا لسه حافظينه عدد كوريكت والتراي صح ماشي يلا ورقه وقلم بقى وجربوا كده عندك ان انت عندك الشكل ده عاوز تعمله فوريير ترانسفورم عندك ان انت ممكن تقسمه ازاي ممكن تقسمه الاربعه دي لغايه الواحد يبقى تقسيم اربعه من زيرو لواحد وده يعمل مالتيبلكسنج عليه ايه من واحد لاثنين فهتصير اثنين ده حاجة اوكي الحل التاني انك تاخد ايه تاخد من اثنين من زيرو يعني زيرو لاثنين بقى تصير اثنين وتجمع عليه من زيرو لواحد بقى تصير اثنين اوكي ده حل وده حل الاثنين صح مفيش حاجة غلط اوكي طيب خلينا ناخد مثلا الحل الاولاني اوكي الحل الاولاني ماشي انا عندي ايه عندي باك ده مش سنتر اراوند زيرو اللي احنا حافظينه ايه؟ كان سنتر اراوند زيرو فهقول ان ده اصله ان عندي ايه؟ نيجاتيف نص نص ب امبلتيود 4 ده اللي حافظه اللي هو بجيبه ازاي بقى؟ الاريا صح؟ الاريا هي كام؟ 1 في 4 سنك صح؟ فسنك ايه؟
اوميجا نص صح؟ برضه في البيت على الاثنين. طيب بس كده؟ لا انا هشوف الشفت. الشفت بقد ايه؟ بنص صح؟ هضرب اكسبونشال نيجاتيف جي اوميجا. طيب الثاني اللي هو واحد اثنين ده كان قصده يعني مش يعني هنحط كده علامة زيرو الاول. طب برضه ايه من نيجاتيف نص بنص فالتلتود كام؟ هتبتدي اثنين. طب انا عندي الاريا كام؟ واحد اثنين 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 اوميجا على الاثنين اكسبوننشال نيجاتيف جي كام؟ ده تشكل قد ايه؟ الزيرو ده بقى فين؟ بقى هنا بقى عند واحد ونص صح؟ فيبقى اوميجا ثلاثة على الاثنين. ده حل. وبعد كده تعمل ايه؟ ما تفكرش. الحل الثاني ده نفس الفكرة. هحط ايه؟ ده سنتج اراوند زيرو فيبقى ايه؟ من نيجاتيف واحد وواحد بقى تلتود اثنين. لما اجي احولها هيبقى ايه؟ اربعة س اوميجا وتوت بريز اثنين على الاثنين يديني ايه؟ واحد. طيب والشفت دي باور نيجاتيف جي واحد. طيب الثاني هو من زيرو لواحد ده كان اصله ايه؟ طيب يعني خلينا نقول ان هو من نيجاتيف نص النص اوكي وهتبتدي اثنين هيبقى ايه؟ اثنين سي اوميجا على الاثنين اكسبوننشال نيجاتيف جي كام؟ ها اوميجا على الاثنين ايه؟ اثنين صح اوكي؟ طيب نيجي بعد كده الشكل ده ده عبارة عن ايه؟ ها ممكن اقسمه لايه؟ مش ممكن اقسمه لربت وتشال منه فاي يبقى ماينس منه ايه؟ ماينس تان ده من ناحية التاو لتاو وده ايه من ناحية التاو لتاو هنا امبليتيود واحد وهنا امبليتيود واحد مين مش مقتنع؟ قلبة خلينا نشوف هعمل ايه؟ النقطة دي ماينس النقطة دي واحد ماينس زيرو واحد بعدين واحد ماينس واحد زيرو بعدين واحد ماينس زيرو واحد تمام؟ ماشي طيب خلاص انا عرفت ان ده هو ايه؟ هو ده ماينس ده اعرف اجيب ده لوحده ده لوحده ولا لا بعرف صح ده هجيبه ازاي الاريا اللي هو 2 تاو اللي هو في 1 في ايه في س صح اوميجا تاو توتال بيس على الاثنين توتال بيس 2 تاو قسمت على 2 بقت تاو بلس او ماينس بقى سوري ماينس التراينجل الاريا اوف تراينجل كام هاف بيس فايف بس ده مين ده الرايت انجل ده فهاف في تاو في واحد ده بالنسبة لده وهضرب في اتنين عشان عندي اتنين رايت انجل صح؟ تديني ايه في اخر تاو ماينس تاو سين سكوير اوميجا ها توتال بيز اللي هو كام؟ اتنين تاو على كام؟ على الاربعة هيديني تاو على اتنين حلو؟ طيب مش عاوزه افكركم بذكريات قليله بس فاكرين في السيجنال زي ما دكتور محمد فتحي كان بيديكوا حاجه اسمها اكسبوننشال ديزاين تعالوا تحطوها عشان تتفاجئوا انا كنت قريت ماشي هو عباره عن ايه كان اكسبوننشال مربوط بكوزاين صح عمل ايه في الكوزاين او ديكين او ده ديكين اكسبوننشال مربوط بكوزاين كانت عندك اكسبوننشال كده في ديكين واتضرب في ايه كوزاين سيجنال بقى شكلها عامل ازاي؟ بقى شكلها عامل ديكين كده صح؟ صح كده؟ طيب لما احب اوكي؟ طيب
طيب لو انت تحب تعرف السيجنال دي عباره عن ايه، لو بصيت على الانفلوب بتاع الديزاين هتلاقي ان هو ايه، هو الاكسبونشن. طب بصيت برده هو بس بيعمل ريفلكشن ده، حد عارف ايه بيعمل ريفلكشن ده؟ ايه بالظبط؟ هو الباشمهندس بيقول ان عشان الساين من نيجاتيف 1 ل 1، يعني ايه ساين من نيجاتيف 1 ل 1؟ يعني انت لو جيت ضربت النقطه دي عند الحته دي هتديك بوزيتيف، لو ضربت النيجاتيف ديت على الحته دي هتديك ايه، نفس الفاليو دي بس ايه الريفلكت اللي تحت، تفضل ايه طالع نفس النازله كده ماشي. تحب تعرف السيجنال من جوه الكوزاين هتدوس على مين؟ على بوزيتيف انفلوب. اوكي طيب تعالى نبص كده، هو مدينا سيجنال ديت وعاوز الفري ترانسفورمر ده، هعمل ايه؟ عاوز الفري ترانسفورمر ايه؟ مش لينير، لينير ايه بس كده ده ايه؟ فاهمني الخط مش واحد بس لا احنا مش هنعمل كده، احنا بنعمل بقى احنا بس يعني ضربت حاجه في كوزاين. اوكي طيب ها ده ايه المضروب في كوزاين؟ الرقم اللي فوق ده ايه؟ الرقم اللي فوق ده على واحد. يا جماعه عرفت يا جماعه تريانجل، هتحسبوا ايكويشنز مش ايكويشنز ولا حاجه، دي تريانجل كده امبليتيود بواحد من نيجاتيف باي لباي ضرب في كوزاين، كوزاين سين. اوكي طيب عاوز احول الكلام ده، ده هحول لوحده، خلينا نحول ده لوحده كده ماشي، مع مالتيبليكيشن خلينا نعمله كل واحده لوحده، ده هحوله ازاي؟ ده باي صح، نص بيس في باي صح، واحد في اتنين عشان عندي اتنين، يبقى ايه اديني باي، ده الاريا اوف اي تريانجل، يبقى انا عندي الاريا اوف تريانجل باي سين سكوير اوميجا كام؟ توتال بيس هو 2 باي على ال 4 يبقى باي على طيب ده احنا حافظينه صح؟ صح ولا ايه؟ حافظين ده؟ مش هيبقى باي دلتا اوميجا ماينس اوميجا نون عند البوستيف دلتا عند البوستيف اوميجا بلس دلتا اوميجا ماينس اوميجا بلس اوميجا نون عند النيجاتيف دلتا. المالتيبليكيشن هينزل ايه؟ كونفوليوشن. ايوه في ايه؟ وفي بره 1 اوفر 2 باي، دي اهم من انك تحط الكونفوليوشن ماشي؟ طيب ماشيين ده مع ده هيبقى لي في الاخر باي اوفر 2. قلنا الدلتا بتعمل ايه لما بيحصلها كومبليشن معايا سيجنال؟ بتشفت السيجنال صح؟ يبقى عندي ايه؟ عندي سنتر بتاع، يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي سيجنال سكوير اوميجا ماينس اوميجا نوت باي اوفر 2 بلس سينك سكوير اوميجا بلس اوميجا نوت باي اوفر 2. اوكي ماشي، حد عنده اسئله؟ نراجع سريعا كده، قلنا احنا بنستخدم ليه في ليه بنبص على الفريكوينسي دومين بالظبط، وايه تاني والبلانينج صح، عاوز اعمل ايه اوبتمايزيشن او اعمل اوبتمايزيشن واستخدم البند بتاعي بايه باحسن طريقه صح، اسيرف اكبر عدد من اليوزرز عندي ماشي. طيب قلنا بعد كده عندي نوعين من الترانسفورم على حسب السيجنال، لو سيجنال ايه بريودك تبقى ايه بري سيريز،
لو سيجنال اف رياضه تبقى ايه فري ترانسبورت. طيب بعد كده اتكلمنا عن الترانسفورمز المهمه، قلنا اهم حاجه في الديزاين عندي هي عباره عن ايه، عباره عن باي ودلتا، دلتا عند فاصل الاوميجا ودلتا عند ايه عند نيجاتيف. قلنا ايه الفرق ما بين ساين وكوزاين؟ ليش او 90 درجه، فيبقى عندي جي وعندي نيجاتيف ما بين ايه الدلتا. طيب بعد كده قلنا الريكت والترايت، الريكت الترانسفورم بتاعها ايه؟ ايوه اريا اوف ريكتانجل. تقول ايه هما لو باس وهاي باس، دول بعرف لهم ايه كات اوف فريكوينسي، وعندنا بعد كده باند باس وباند ستوب، ودول بعرف لهم ايه سنتر فريكوينسي وباند. ماشي. بعد كده اتكلمنا عن الباندويث، عندنا السيجنال لو اراوند زيرو بنسميها ايه بيس باند سيجنال، لو هي عند الهاي فريكوينسيز او متشفته يبقى اسمها ايه باس باند. ماشي. طيب الباندويث بتاع السيجنال لو اراوند الزيرو تبقى ايه، لو هي الباندويث اصلا بتاعها يعني من زيرو لغايه اوميجا ام تبقى الباندويث بتاعها ايه اوميجا ام، لو هي باس باند 2 اوميجا ام. طيب لو سيجنال عندي مش باند ليميتد، لو هي ما بتنزلش للزيرو هنعمل ايه؟ هننزل 3 دي بي صح، من الماكسيمم هننزل من البي ماكسيمم للبي ماكسيمم على روت 2 واخد الباند. طيب لو انا عندي سيجنال بتنزل زيرو زي السينك او سينك سكوير يبقى الباند بتاعها ايه؟ فيرست نول. اوكي. طيب ماشي، حد عنده اي اسئله؟ طيب انا كده خلصت، حد عنده اسئله بيجي يسال.